لا نبدا ايه احنا هنهزر بس بقى ورحمه ابويا انت رخم يا ريت انا افزي بقى اتهدي بقى تيجي تقعد على رجلي يا بابا حاسه ان انا لمحتك في حاجه بس انت عملتي ايه قبل كده انت تروح تبوس ايد المخرج انه يلغي الحلقه دي ربنا ما يوريكي تشتغلي معايا امشي اطلعي بره يلا نعم يلا دوم امشي من هنا انا الهام شاهين بس على منفوخ شويه روحي اقفي هناك خلاص بقى بس يا ولا فاهم ليه يا ام بق 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 في واحده يا ما تخلص روح اتكلم بقى انتوا ايه ده انتوا جايبينها منين يعني في ايه خلاص انا ما وراش حاجه يعني ما بس كده انت تمام اسالك انا ليه لا 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 في تسجيل اتفضل يا بيه مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من نجم النجوم. ضيفنا له تاريخ فني طويل وصل لاكثر من 50 سنه. بدا مشواره الفني مع فرقه اسماعيل ياسين مرورا لفرقه الفنانين المتحدين. نجم النجوم النهارده الاستاذ الفنان حسن مصطفى. مساء الخير يا استاذ حسن منورنا في نجم النجوم الله يخليك الله يبارك يعني مش عارفه اتكلم منين ولا منين ابدا مشوار وتاريخ يعني طويل جدا بس نقدر نقول مثلا ال 50 سنه اللي فاتوا دول حضرتك شايف الوسط الفني اتغير ازاي والله طبعا هو اتغير متغير الحياه والمجتمع يعني انا بقول زي ما كل وقت له ادانه عندنا فقره حضرتك قالوا لك على الفقره بتاعت نجوم المستقبل الشباب بالظبط ففي شاب اسمه محمد شاهين جاي ومفروض انه القناه عامله الفقره دي علشان ينتجوا لهم ان شاء الله ان شاء الله انا عايز اقول لحضرتك ان انا والله العظيم بنام كل يوم على العيال كبرت يعني انا حافظه الحوار جميل لا لا اهلا اهلا ازي حضرتك ايه الاخبار ازي حضرتك منور والله العظيم الله يكرمك الله يكرمك هبه ازيك يا حامد اخبارك ايه اهلا وسهلا ف يعني عايز اقول لحضرتك بالنسبه لي كانت المسرحيه دي بالنسبه لي اهم مسرحيه ف ده السيت كوم بتاعي نعم تتكلم عن السيت كوم بتاعي لا لا نتكلم على مسرحيه العيال كبرت العيال كبرت انا بص حضرتك انا متربي بجد عليها يعني يعني بابا كان بيحكي لي ان هو صغير كان راح المسرحيه دي اتفرج عليها وبجد كان مبسوط جدا يعني وانا بقى انا بص حافظها صم بجد انا حافظها صم هي روايه جميله جميله جدا ما شاء الله يعني يعني لا انا لا بس فاكر بابا كان في ابتدائي كان قال لي ان هو راحها في مصر في اسكندريه خلاص بقى انت هتقعد تقول في ابتدائي واحنا لسه عدى عامل 100 سنه من سيدنا نوح انا لا انا ربنا يديك طول العمر بقى استاذ المخرج حضرتك استاذ عاطف 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 استاذ عاطف يعني مش عارف لو استاذ حسن يعني يرضى ان هو يقدمني انا اقدمه كان يعني ممكن انا تحت امر بس هنا اصح يعني ما اعرفش ان ممكن استاذ عاطف استاذ عاطف لو الاستاذ حسن موافق اوكي حضرتك موافق يا استاذ حسن زي ما حضرتك عايز طيب بس بقى اقول الكلام كله ها بلاش نفسنا اقول الحاجات دي الله 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 هزود لك حبتين كمان هو ده بقى الكلام بقى هو ده بقى الكلام بقى يلا بينا يلا بينا يلا بقى طبعا احنا النهارده في الحلقه معانا الزميل محمد شاهين يعني انا هقدمه يعني باعتباره من الجيل الجديد اللي هم عملوا اعمال كويسه انا شفت له عمل شخصين العمل ده اللي هو تامر وشوقيه كان مع احمد في شوقي مش مكتوب النجم ولا حاجه ما انت عاوز اقول نجم دلوقتي يعني لو تزود كلمه نجم دي يعني بص بتعمل شغل اصلا جامد جدا صحيح هتفيدك يعني يا ريت طيب بس يكتب فيدك يعني تفيدك يعني هتفيد ان شاء الله ان شاء الله يعني في ناس مع بعض نجوم بقيت نجم فلان فلاني وبعد حاجتين ثلاثه يتكى على الله ينفخ في صوره مين يعني مستخبي فين ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعضاك ان شاء الله نجم النجوم
محمد بس انا حضرتك لا هو لسه بقى صداه مش النجم المستقبل يا ريس حسب طلبه ورغبته نجم المستقبل ما اقدرش اقول نجم النجوم بصراحه لا بلاش نجم النجوم نجم المستقبل ماشي نجم المستقبل حلو ماشي حلو من ضمن واحد من الجيل الجديد اللي هو هيبقوا ان شاء الله نجوم النجوم مش نجم يا النجوم رب كمان يا رب يا رب وصاروخ الكوميديا القادم لا انا بس فيها في حاجه هنا مش عاجباني ايه لقبوه فؤاد المهندس القادم والله العظيم لا ما والله العظيم قالوا كده ما قالوش عادل امام يا نهار لا لا ايه يا محمد بس انت مش حاسس انه يعني لقبوه بفؤاد المهندس القادم كبيره شويه والله انا مش انا اللي عملت كده بصراحه يعني هو الناس هو اللي لقبوني ودي يعني ده شرف ليا كبير طبعا يعني انا شايف ان الجيل الجديد ده يعني ايه المشكله لما يتكرر فؤاد يعني مش هيتكرر فؤاد المهندس وهيتكرر عادل امام وهيتكرر الناس في حد بيستعمل التليفون ابو قرص دلوقتي في موبايلات وفي موبايلات بترد من غير ما حد يرد على يعني ال- 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 الحاجات دي كلها يعني بجد التطور موجود التطور للاحسن احنا مش يعني التمثيل بيتطور الاخراج بيتطور يعني كل الحاجات بتتطور احنا مش ضد على فكره التطور احنا ما قلناش يعني بس علشان تقدر توصل للموبايل كان لازم تضرب التليفون ابو قرص بس ما فيش حد دلوقتي بيستعمل التليفون ابو قرص يا استاذ انت يعني بتقارن التليفون ابو قرص بحاجه فيها روح وحياه ودم لا ده مثل مش مطرحه يا استاذ محمد له اراء الشباب ما هو الشباب بقى احنا يعني الشباب ليه اراء كده بنحب نسمعها يعني ده راي الشباب ده مهم جدا لان احنا اللي جاي احنا الجيل اللي جاي ولا ايه استاذ حسن انت لما بتقعد تتفرج كده على الشباب سواء بقى في السينما او في فن في بالظبط او في تعاملاتك اليوميه هل انت شايف انه وانتوا في سنهم كنتوا مش هقول بالسطحيه بس بال 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 بالاسلوب ده بتتعاملوا مع الحياه بالاسلوب ده من على الوش لا ولا كان انا كنت شايفه انه دايما جيل الشباب زمان مختلف تماما عن جيل الشباب دلوقتي طبعا في اختلاف بدون شك يعني الله 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 ايه يا ابني في ايه الكاميرا عليا لما استاذ حسن بيتكلم بيبقى في التو ولا في بيبقى كاميرا على استاذ حسن معرفش اسال استاذ عاطف انا مش شايف انت مش شايف انك بتتدخل زياده عن اللزوم يا استاذ محمد لا ما بتدخلش ده انا انت بتتدخل لا 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 انت تقع يا تقع ايه اللي وقعك كنت بعد رباط الجزمه ف وتعد رباط الجزمه ده ازاي يعني وانت وايه اللي بيزحلق ده الكرسي ده بيزحلق انت مش مركز بقى في اللي احنا بنقوله يا سامح لا ازاي بقى ما ينفعش طب ازاي مركز طب انا مش عارف انا حاسس ان طب انا يعني ينفع بس اظبط يعني بالظبط ثلاث دقايق ثلاث دقايق يا استاذ عاطف ثلاث دقايق بس اتفضل في ايه يا استاذ ثلاث دقايق بس هتعمل ايه لا انا بس هغير حاجه بس معلش حاجه غريبه يعني ده راجل لا مركز ولا بيتكلم كويس ولا بتاع وبعدين يقول للجيل المستقبل ويقول للجيل ما انا قصدت ان انا اقول لحضرتك السؤال بتاع الجيل الشباب يعني ده احمد السطحيه الله الله فين احمد لما اجري عشان اعمل حاجه تجري ورايا انت فاهم اتفضل انت شغال هنا ليه شغال هنا ليه شغال هنا ليه اتفضل يلا هرس هدوم اتفضل يا ابني اتحرك بقى الله ده مين ده انا عايز افهم ده مين محمد شاهين ده نرجع تاني يا استاذ حسن لموضوعنا احنا كنا بنتكلم انه كتير جدا من النقاد بيشوفوا انه معلش هو يمكن مش عاجبه الحديث او مش عاجبه الموضوع انت مش عاجبك الموضوع لا ليه انا اساسا مش عارفه اسال انا مش عارفه اسال لان انا شايفاه بطرف عيني ما ينفعش كده ايه يا جماعه انا عملت ايه يا استاذه هبه ما عملتش حاجه يعني لا هو اسوات وحضرتك نزلت رجلك يبقى احسن نزل رجلك حاضر حاضر يا استاذ عاطف يعني مش انا بسال السؤال ثلاث مرات يا محمد اصل حضرتك حاطه رجلي على رجل عادي يعني. انا مش حاطه رجلي في وش حد يعني بس استاذ حسن يعني راجل قد جدي فيعني عادي يعني ايه المشكله يعني راجل متقبل مني كده ما قالكيش اي حاجه يعني على فكره انت عماله حضرتك عماله بتسخنيه ونفسنا اشتغلت والحاجات دي كلها هو الراجل يعني زي الفل اللهم صل على النبي والراجل متقبل مني اي حاجه يعني ليه بتعملي كده لا مش اي حاجه انا بقى نفرمل شويه يعني
الحوار يبقى له آدابه وله طريقته وله كلامه وله اختيار الفاظ. انا مساله يعني مساله جدي ورجل انا اللي موقفه التصوير اسلوبك، ما انت عشان اسلوبك اللي بتتعامل بيه معاه يعني ده لا يجوز انك انت قاعد في برنامج وبتصور حضرتك. ما هي حضرتك اهي بص حاطه رجل على رجل اهي يا ابني، انا حطها في وش حد؟ اما قاعد تسخني يا استاذ حسن يعني؟ ما هو ما ينفعش برضه يا استاذ حسن شايفك يعني انت بتعملي معايا كده ليه؟ انا مش فاهم والله. لا هي على حق في اللي قالته لك ان انا ما احطش رجل على رجل. ما ينفعش تحط رجل على رجل في وش حد. ماشي يا استاذ عاطف ماشي. يعني هل يجوز انا اقعد كده؟ دلوقتي كده عندك كده؟ لا طبعا انت حضرتك بص حضرتك الرجل كانت في وشي، لكن هي وهي بميل كده تحت عادي مفيش حاجه يعني كده كده تفرق. كده مفيش يعني اهو ويبقى في لا انا شخصيا بعيب على اي حد يقعد لاعدادي. كل التصرفات دي ما قلتش حاجه مش كويسه، ده انت حضرتك قعدت حطيت الرجل على رجل ووقفت البرنامج وخرجت وجريت حاجه يعني ما قدام وتقول انت هتعيب على الشباب دلوقتي، يعني انت هتبقى قدوه مش مظبوطه. انا؟ ايوه كل ده عشان عايز اعدل نفسي يبقى شكلي كويس. لا يا تعد نفسك توقف برنامج وتوقف مذيعة وتوقف ناس حد ضيف حضرتك معك. انا جاي من تصوير وقايلين لي لا ده شغل ده يهمك ما تجيش البس ولا اجيب لبس معايا اقول لهم ما اجيش، انما مش مساله انك انت بس برضه فرصه. لا 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 فرصه خلاص فرصه يا ابو علي فرصه تقوم ابو علي. ايه يا ابو علي دي؟ ايه؟ ايه يا ابو علي دي؟ يا استاذ عاطف فين احمد؟ مشي 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 في ايه يا ابني؟ مشي يا احمد فين نعيم؟ استاذ عاطف احنا ممكن نكمل يا نعيم يا ريت. احنا ممكن نكمل هو بقى يروح يتخانق ويزعق يا ريت. لا لا لان لو صعب لا ده صعب يا احمد في مدير الاستوديو هنا حوش هو راح فين؟ يا جماعه ما تنطقوا فيه ايه؟ يعني ايه مشي؟ يعني ايه يعني ايه مشي؟ طب حد يشوفه بقى يا جماعه لو سمحتوا. الله الله هو اي حد يخش يخرج يقعد كده في البرنامج وكأي كلام؟ ممكن ممكن اطلب طلب ممكن يا جماعه لو سمحتي هبه اساليه سؤال بشكري وخلاص. سؤال بشكر بقى يا استاذ عاطف يعني بس بقى يا اخي بقى شويه بقى يعني انت زهقتني ماشي بس يعني يا استاذ شويه ماشي من فضلك ماشي. الله انت مش محترم اي حد قاعد ولا ايه؟ يعني حضرتك يعني هيسالوني ويمشوني كده على طول يا سونا؟ ما يمشوني سونا ايه؟ يعني هيمشوني يعني يسالوني كده سؤال وامشي؟ مش مفروض كده برضو؟ ممكن تقف دي واحده اهو هات روح نغلتني الحته دي هناك الحمرا دي. ايوه روح هناك شويه ماشي. خدوه بره يا اخي ريحوني منه بقى خدوه ريحوني منه بقى ده وجع دماغي وجع قلبي كده برضو. بص يلا يا استاذ مع السلامه. انا بقول لك مع السلامه بقى مع السلامه يا استاذ مع السلامه يا استاذ مع السلامه يا استاذ وما تجيش تاني. ماشي يا سونا ماشي ماشي تعمل كده فيا انا حياتي ربنا ولا والله والله العظيم انت عارف حضرتك حط صباعه والله العظيم هنا عند عيني. ماشي يا سون ما تدخلش ده مكتمل ماشي يا سون مكتمل اقوال عقليه ده مختل ماشي يا سونا. بس يا ولا سامعك انا بتقول عليه ايه؟ امشي انا مش همشي انا هسمع الحلقه الاخرها على فكره مش همشي وعرب بتقول عليه ايه يا سونا؟ ماشي ماشي يا سكري ماشي ابو صره ماشي. استاذ حسن نعم هبه عايزه تقولك على حاجه اتفضلي. حضرتك في برنامج حلهم بينهم كمان شوف ايه انا طب ايه رايك بقى؟ لا جميل بس اتنرفزت مني مش قوي يعني ايه يا سونا بقى يا بس يا ولد بس بقى يا اخي بقى شويه بقى يعني انت زهقتني ماشي بس يا استاذ شويه ماشي من فضلك ماشي. الله انت مش محترم اي حد قاعد ولا ايه؟ روح لغايه الحته دي هناك الحمرا دي. ايوه روح هناك شويه خدوه بره يا اخي ريحوني منه بقى خدوه ريحوني منه بقى ده وجع دماغي وجع قلبي كده برضه. حلقة جميلة الحقيقة طبعا ما كنتش متوقع اللي حصل ده في الحلقة انما هي حلقة جميلة ومتركبة جميلة وشغل فيها ظريف يعني. بس يا سونا بس يا ولا سامعك انا بتقول عليه ايه؟ انت مش انا هسمع الغد. لا 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 فرصة خلاص يا ابو علي فرصة تقوم ابو علي. ايه يا ابو علي؟ ايه يا ابو علي؟ طول السكة في الأول انا متخوف منه وشوف في ايه اللي جرى منه. لما قال لك يا سونا حسيت ايه؟ اه انت قلت ده مش مظبوط قلت ده جايبينه منين ده؟